تأهل فريق الاتحاد البيضاوي رغم خسارته عن هدف يؤمن به التأهل إلى الدور الموالي، فأثمر ضغطه عن اصطياده لضربة جزاء أخفق أسامة مليوي في التسجيل. خلال الشوط الثاني عاد الطاس إلى نهجه الهجومي، وعاد نفس اللاعب أسامة مليوي لتصحيح إضاعته لضربة جزاء ويسجل الهدف الوحيد في المباراة الذي كان كافيا لضمان تأهل فريقه. الحمد لله كيما كثر في مقابلة ديال الكاس العرش تكون فيها مفاجأة. الحمد لله ما كنعتبرهاش مفاجأة كيفما كنقولوا بفيكتيف اللي عندنا، فيكتيف مزيان اللي هذا العام إن شاء الله غيقول الكلمة ديالو. إن شاء الله غنقولوا الكلمة ديالنا هذا الموسم هذا، وكنبغي نقول لجمهور الاتحاد البيضاوي بلي هذا العام إن شاء الله غيكون استثنائي وغنحققوا فيه الصعود إن شاء الله. المقابلة ما كانت سهلة بحكم الماتش ديال الإياب، كنا خسرنا بجوج لواحد، فالحمد لله كنا عازمين أن ندوزوا بأي طريقة، فكان خاصنا ضروري ما تماركاش عندنا ونماركيو، فالحمد لله دخلنا طبقنا تعليمات المدرب، الحمد لله جاب الله تيسير. فبهذا الفوز هذا كنبغي نشكر الزملاء ديالي على الأداء الرجولي اللي قدموا، وكنبغي نهدي هذا الفوز هذا لجمهور الاتحاد البيضاوي وجمهور المغربي عامة. الطاس المنتمي إلى قسم الهواة يقلب الموازين على فريق يمارس في القسم الوطني الثاني في مباراة لم تظهر فيها فوارق الأقسام.